بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبابي ومتابعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، إليكم كل التفاصيل. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في قناة التعليم أونلاين، نضغط على كلمة الاشتراك وعلامة الجرس الموجودة شمال الاشتراك عشان يوصلنا كل جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. حيث أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائي كأس مصر يوم 15 من مايو الجاري بشكل نهائي ورسمي، وأن المباراة النهائية لكأس مصر بين نادي الزمالك وسموحة ستقام في تمام الساعة 7 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 من مايو 2018 على استاد برج العرب في الإسكندرية بشكل نهائي، مع مراعاة إقامة مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الأوغندي بدور الأبطال في نفس اليوم، ولكن في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والمباراة في أوغندا. وقد صعد الزمالك بشكل رسمي للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما صعد فريق سموحة بعد فوزه على فريق الأسيوطي بضربات الجزاء الترجيحية. إذن مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر ستقام في تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 من مايو 2018 على استاد برج العرب في الإسكندرية. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم، تحياتي لكم من قناة تعليم أونلاين. ما ننساش نعمل لايك للفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.